السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هنبتدي نتكلم في الفيديو ده على يعني برضو نكمل على الابليكيشنز بتاعة الممبرين وعلى البروسيسز اللي بتعتمد على الممبرين في عملية السيبريشن. فهنتكلم على الفيديو ده هنتكلم على الالكتروداليسز، واللي جاي هنتكلم فيه على البيرفابوريشن. بعد كده نتكلم يمكن على اربع حاجات من اشهر البروسيسز اللي بنستخدم فيها الممبرين علشان نعمل سيبريشن. فخلينا نشوف الالكتروداليسيس بيحصل فيه ايه. احنا كنا اتكلمنا يعني واضح من الاسم الالكتروداليسيس ده شبه الدياليسيس شويه. احنا كنا قلنا دياليسيس قبل كده لما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت او اللي قبلها، قلنا ان هو بيعتمد على ان في اتنين سبيشيز موجودين في الميكستشر اللي انا عايز افصله، واحد فيهم بيديفيوز بسرعه اكتر من التاني، وده اللي بيخلي عمليه السيبريشن بتحصل. وقلنا سيبريشن اما هيعتمد بقى على السوليبيليتي بتاع السبيشيز ده في الممبرين او على الديفيوجن لو هو في بورز ولا مايكرو بورز ولا حاجه، بحيث ان هو يقدر يعدي من البورز نتيجه لفرق الموليكولار سايز. وشفنا الابلكيشن بتاعه في الهيموداياليسيز مثلا، مكان اللي هو غسيل الكلوي يعني. فالالكتروداليسيس فيه شويه شبه منه، بس هيبقى فيه فرق ان هو فيه جزء الكترو، وده يمكن اللي بيخليه مميز جدا عن الداليسيس العادي. فلو بس عشان نفهم قبل ما نفهم الالكتروداليسيس، احنا في حاجتين محتاجين نراجعهم شويه. الحاجه الاولانيه التشارجد ميمبرينز. احنا كنا اتكلمنا قبل كده لما اتكلمنا في الاول خالص في الانترودكشن على الميمبرينز، وقلنا ان في انواع من الميمبرينز، قلنا في بقى الدنس ميمبرينز، وقلنا في البورس ميمبرينز، وقلنا في التشارجد ميمبرينز اللي هو الالكتريكلي تشارجد ميمبرينز. فالتشارجز ميمبرينز قلنا ان هي بيبقى فيها فانكشنال جروبس عليها تشارجز، يا اما التشارجز دي بوزيتيف او نيجاتيف. فانا عشان بس نفهم الاسامي اللي احنا هنقولها، احنا هنقول في حاجه اسمها الانيونيك والكاثيونيك ميمبرينز. عشان نفهم الفرق بين الانيونيك والكاثيونيك ميمبرينز، احنا محتاجين نفهم هي بتسمح لمين يعدي ومين ما يعديش. الاول بس الايونز اللي موجوده يا اما هتبقى بوزيتيف يا اما هتبقى نيجاتيف. فلو هي نيجاتيف دي بنسميها الانايونز، البوزيتيف بتبقى الكاتاينز. فهو الانايونيك ميمبرينز هو اللي بيسمح للانايونز انها تعدي، وهو هيسمح للتشارج المعاكس، لان هو لو بوزيتيف وجيه على ميمبرين بوزيتيف مش هيعرف يعدي، هيحصل ريبولشن. فالانايونيك ميمبرين مش علشان هو فيه نيجاتيف ايونز، لا، علشان هو بيعدي نيجاتيف ايونز. فلو انا عندي دول ايونز موجوده في السولوشن، وعندي الممبرين اللي هو البوزيتيف تشارجد ميمبرينز، فهلاقي ان النيجاتيف ممكن تعدي والبوزيتيف ما تعديش. فده اسمه انايونيك ميمبرين، لان هو سمح للانايونز انها تعدي. والعكس الناحيه الثانيه، ان انا عندي الكاتيونيك ميمبرين هو اللي عليه نيجاتيف تشارج، فهو هيسمح للبوزيتيف ومش هيسمح للنيجاتيف، فده اسمه الكاتيونيك ميمبرينز. فانا لو قلت ان انا عندي كاتيونيك ميمبرين allow passages of cations، والانيونيك ميمبرين allow passage of anions. فدي اول حاجه نفهمها عن الميمبرين، اللي هي مهمه جدا جدا، والالكتروداليسيس معتمد عليها بشكل اساسي جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه، ان انا لو عندي ايونز موجوده في سولوشن، يعني عندي مثلا ملح، مثلا صوديوم كلورايد ولا اي ملح موجود في ميه، فهو بيحصل له ايونيزيشن، والايونز بتبتدي تتحرك بحريه جدا في المحلول، وتبقى توزيعها تقريبا هيبقى متجانس في كل حته، يعني هيبقى كل حته هلاقي فيها بوزيتيف ونيجاتيف ايونز بنفس الشكل، يعني مفيش حاجه تخلي الايونز تتوزع بشكل مختلف يعني. لكن لو انا حطيت الكترودز بوزيتيف ونيجاتيف، انود وكاثود، فانا هلاقي ان الانود بيبتدي الانايونز تتجمع عليه خلاص، وهلاقي الكاثود الكاتاينز هتتجمع عليه، وده هيخلي توزيعه الالكترونز جوه المحلول مش متجانسه زي ما كانت قبل كده. هلاقي ان النيجاتيف تشارجز ابتدت تتجمع في حته اكتر، والبوزيتيف تشارجز تحاول بتحب تتجمع في حته اكتر. الكلام ده طبعا في الالكتروكيمستري معروف من زمان، بس يمكن حبينا نراجع عليه، لان يعني معلومات قد تبدو بسيطه، بس هي تجميعه المعلومات دي هي اللي هيفهمنا الالكتروداليسيس كويس. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الالكتروداليسيس؟ ان انا لو جيت عملت الاثنين مع بعض، يعني ايه؟ يعني انا جبت التشارجد ميمبرينز مع التشارجز الايونز اللي في السولوشن، ورتبتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ان انا عندي كاتيونيك ميمبرين، وعندي انايونيك ميمبرين، وعندي انود، وعندي كاثود، بالترتيب اللي انا عامله ده بالظبط. فاللي هيحصل ان البوزيتيف تشارجز هتحب تمشي الناحيه دي، والنيجاتيف تشارجز هتحب تمشي الناحيه دي، لان ده البوزيتيف تشارج وده النيجاتيف تشارج، فالبوزيتيف هيروح للنيجاتيف والنيجاتيف هيروح للبوزيتيف. وجود الممبرين ده بقى
هيسمح للنيجاتيف تشارجز، مش هيسمح للنيجاتيف تشارجز انها تمشي كده، بس هيسمح للنيجاتيف تشارجز انها تعدي من هنا، والبوزيتيف تشارجز مش هتعدي هنا وهتعدي هنا. خلاص، فده اللي هيحصل، ان البوزيتيف تشارجز هتعدي الممبرين وتحصل لها اكيميليشن او هتتجمع عند الكاثود، والبوزيتيف والنيجاتيف تشارجز هتعدي البوزيتيف تشارج، البوزيتيف تشارجز ممبرين اللي هو الانويك ممبرين، وهتوصل عند الانود. طيب، حد هيقول لي طب انا كده دلوقتي ما استفدتش حاجه، يعني اللي انا شايفه هنا ده هو اللي حصل هنا، يعني انا حطيت الممبرينز هي ما فرقتش كتير. هي فعلا ما فرقتش كتير، بس هتفرق لما ابتدي اكبر الموضوع شويه. يعني ايه؟ يعني خلينا نبص على الستاكس دي. ان انا دلوقتي مش هعملها على اتنين ممبرينز، لا ده انا هحط مجموعه كتير من الممبرينز وهبتدي اعمل العمليه دي، فساعتها هيبان الفرق. فانا دلوقتي عندي النيجاتيف تشارج من هنا، وعندي البوزيتيف تشارج من هنا، وعندي نيجاتيف اللي هو الكاتيونيك ممبرين، وبعدين انيونيك ممبرين، كاتيونيك وانيونيك، واعملهم بالترتيب وبدخل الفيد عليهم كلهم. خلاص، فانا عايز بقى ايه، نفكر كده ايه اللي هيحصل. فانا لو جيت افكر هلاقي ان لا، الموضوع ما بقاش زي المره اللي فاتت. النيجاتيف تشارج هنا، كل البوزيتيف تشارجز اللي في الحته دي عايزه تروح هنا، وكل النيجاتيف تشارجز اللي هنا عايزه تروح هنا. بس انا عندي هنا بوابات، الممبرين ده كانها بوابه هتسمح لحاجات وحاجات لا. فساعتها هيبتدي يظهر بقى الجمال بتاع الالكتروداليس. فخلينا نشوف، يعني انا همشي مثلا في الكومبارتمنت دي في الحته دي، فهلاقي ان النيجاتيف تشارجز هتقدر تعدي وتروح هنا. خلاص، وهلاقي ان النيجاتيف تشارجز اللي هنا تقدر تعدي وتروح هنا، بس مش هتعدي هنا، هي مش هتقدر تعدي اكتر من كده، لان ده ممبرين مش هيسمح لها انها تعدي. في نفس الوقت البوزيتيف تشارجز هتمشي برضو في اتجاه مختلف، البوزيتيف تشارجز عايزه تروح من هنا، يعني من هنا لهنا، فالبوزيتيف تشارجز اللي هنا مش هتقدر تمشي هنا، لان الممبرين ده مش هيسمح لها انها تعدي، بس تقدر تمشي من هنا وتروح هنا. خلاص، وفي نفس الوقت البوزيتيف تشارجز اللي هنا تقدر ما تقدرش تروح هنا، وهي عايزه تمشي الناحيه دي اساسا، فممكن تمشي الناحيه دي. فالاسهم الكتير دي لو جينا نشوف اخرتها هتبقى ايه، هنلاقي ان هي بقت حاجه عامله كده. هلاقي ان انا بقى عندي في كومبارتمنتس او في اجزاء ما بين الممبرينز اللي تشارجز حصل لها اكيميليشن فيها اتجمعت جواها، وفي حته تانيه اللي تشارجز ما اتجمعتش فيها خالص. فالفيد اللي داخل ده هلاقي ان هو اتقسم لحاجتين الحقيقه، يعني انا لو جمعت اللي هنا واللي هنا هلاقي ان دول هسميهم الكونسنتريت، تركيز الملح فيهم عالي جدا 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 عن الاول، وهلاقي ان عندي هنا حاجه اسمها الدايلويت، الدايلويت دي اللي هي التركيز فيها خف جدا 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 وبقت اقل كتير. فباللي انا عملته ده قدرت ان انا اقسم الميه لاثنين ستريمز، يعني الستريم اللي مدخله ده قسمته لاثنين ستريمز، ستريم فيه تركيز الميه فيه الملح فيه عالي جدا جدا، والتاني تركيز الملح فيه قليل جدا جدا. وده حصل ليه؟ بسبب التجميع بقى بتاعه الالكترودز اللي هي بتخلي التشارجز تمشي في اتجاه معين، وجود الممبرينز اللي بتحجز التشارجز انها تمشي في اتجاه والتشارجز الثانيه انها تمشي في الاتجاه الثاني. فقدرت ان انا اعمل اكيميليشن او تجميع للتشارجز هنا وهنا، وان انا التشارجز اللي هنا واللي هنا ما بقتش ليها اي او تركيزها قل جدا جدا جدا. في الحقيقه الموضوع بيبقى توصيلته بتبقى غلسه، يعني يمكن دي من الحاجات اللي بتبقى من الحاجات اللي بتخلي الموضوع يعني ده متقيل شويه، ان انا علشان اعمل الحكايه دي فانا لازم ببقى عندي بقى الستريمز اللي داخله متقسمه على الاثنين، وعشان داخل ان انا بشتغل كونتينوس في العادي مش هشتغل باتشات، فعشان اشتغل كونتينوس لازم عندي كونتينوس فيد ستريم وكونتينوس ستريم ناحيه ثانيه، احيانا بيبقى سويب فلو، يعني بيبقى فيه يعني تشارج، يعني ستريم مجرد بس ميه ولا حاجه، والستريم ده بيعدي بس علشان ياخد الحاجه ويمشي، يعني ياخد الملح اللي جمع هنا ويطلعه الناحيه الثانيه. فاحيانا ده بيبقى من التحديات اللي بتقابلنا واحنا شغالين، وبتبقى اكتر طبعا لو هشتغل، يعني الكلام ده انا عامله على اتنين ممبرينز بس، لكن لو انا شغال على عدد اكتر من الممبرينز الموضوع بيبقى يعني زي ما احنا شايفين وتفاصيله كتير. يعني هلاقي مثلا ان انا الفيد اللي داخل بيبقى بيخش هنا على حته اسمها المانيفولد، اللي هي بتبقى حاجه زي ايه، يعني زي حاجه متشعبه كده خروم كتير، والسلوتس دي بيدخل فيها الفلو وبيبتدي يدخل في النص ما بين كله، يعني الممبرينز هلاقي الشبكه دي
مش هي الممبرين، ده هو الممبرين بيبقى حاجة رفيعة جدا جدا بتبقى ورا الشبكة دي. الشبكة دي مجرد حاجة سبورت، يعني اللي هو حاجة زي سبيسر كده، حاجة تمنع الممبرين انها تلزق في بعض، فزي شبكة كده الممبرين بيسند عليه. وهلاقي بقى ان انا طبعا بيبقى في عندي حاجات كتير علشان ما يحصلش تسريب، وبحط جاسكتس وبحط حاجات تربط وتمسك كويس وبتاع، لان انا ببقى شغال عند يعني مهما كان في فلو في بريشر، فانا مش عايز يحصل ليكج ولا حاجه. فبيبقى التفاصيل بتاعته كتير شويه عشان نضمن ان هو يشتغل ويبقى كومباكت، فما يبقاش حجمه كبير وكده. الالكتروداليسز الابلكيشن المشهور جدا 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 بتاعه الديسالينيشن بتاع الميه، لان هو واضح ان هو بيشتغل على الايونز، فهو بيشتغل على الميه اللي هي بيبقى تركيزها او تركيز الملح فيها من 500 ل 5000 بي بي ام. اكتر من كده بيبقى مش اقتصادي، لان ساعتها ممكن اشتغل بقى بريفرس اوزموزيس، هيبقى اقتصادي اكتر من ناحيه الفلوس يعني، واقل من كده هيبقى مش مستاهل. فممكن اشتغل بحاجه ايون اكستشينج مثلا، ايون اكستشينج ادزوربشن ولا حاجه، هتبقى ارخص كتير يعني. الالكتروداليسيس اللي هشتغل بيه في الديسالينيشن هو مش هينفع لو عايز اجيب تركيز ملح قليل جدا جدا، يعني هو هيجي عند مرحله معينه ومش هيقدر يقلل عن كده. وده ليه سبب وجيه جدا، لان انا الموضوع كله معتمد على الالكتريك كوندكتيفيتي، فكل ما التركيز الملح هنا بيزيد وهنا بيقل، الكوندكتيفيتي بتاعه الكهرباء يعني التوصيل الكهرباء في الحته دي والحته دي هيقل جدا جدا، لان هي معتمده بشكل اساسي على الاملاح اللي هتنقل التشارجز. فالحته دي والحته دي هيبقى المقاومه ليهم عاليه جدا، فالافيشنسي هتقل قوي قوي مع زيادة السيباريشن، يعني كل ما هفصل اكتر كل ما هيبقى الافيشنسي هتقل اكتر يعني ابتدى الناس يفكروا في شوية حلول، وبقى يحطوا هنا ريزنز مثلا تقدر توصل الكهرباء، فتبتدي تعمل زي مثلا بريدج كده زي كوبري عشان يوصل للتشارجز، فيقدر يوصلنا لحاجة زي كده. بس في الحالة الكلاسيكية بتاعته يعني الحالة البسيطة بتاعته، احنا مش بنقدر نوصل لتركيزات قليلة من الاملاح. احيانا بيستخدم بقى للسيوج المياه الصرف، احيانا بيستخدم للميه اللي فيها معادن او فيها هيفي ميتالز، يعني لو حاجه مثلا زي الالكتروبليتنج اللي هي الطلاء او الطلاء بالكهرباء، بيبقى فيها املاح ثقيله او معادن ثقيله بتبقى موجوده في الميه، فدي ممكن تستخدم في الفصل بتاعها. لو عايز احيانا بيعملوا الريفايننج للامينو اسيدز، لو عايزين يعملوا يعني بيوريفيكيشن للامينو اسيدز، بيستخدم في الحاجات اللي هي ليها دعوه بقى بالمنتجات الالبان، الملح وال اسف اللبن ومنتجات الالبان بيستخدم في فصلها، واحيانا الليكر اللي هو الحاجات السكريه لو ممكن تتفصل برضو من الميه. ويعني احنا قلنا على السي ووتر اللي هي المياه المالحه بشكل عام، وعلى الاورجانيك اسيدز ممكن تتفصل. الفيديو دي ظريفه، انا لقيتها موجوده على اليوتيوب وبتشرح يعني عامله انيميشنز كويسه لموضوع الالكتروداليسيس، فلو حد عايز ممكن يبقى يبص عليها. انا هحط برضه اللينكات دي في الديسكربشن بتاع الفيديو عشان لو حد حب يبص عليها يعني يبقى الموضوع سهل. فيعني هنوقف كده دلوقتي، والمره الجايه ان شاء الله الفيديو الجاي هنبص على او نحاول نفهم شويه موضوع البيرفا بونش. والسلام عليكم.